المشتركة اللي هنسمعها دلوقتي هي ديانا شرانق من لبنان. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج أطبخ مع ديانا. أنا اليوم مثل ما شايفين جبت معي بنتي، لأنه اليوم عطلة عيد العمال فما في مطرح حتى فيه، جبتها معي. اليوم كمان حنعمل سلطة للولاد، تركي حياتي. اليوم كمان حنعمل سلطة للولاد، حنعوز بهالسلطة البندورة. حياتي رح تحرق ايدي. حنعوز الخيار. حياتي لا بدي ظبطها لانه خلص. بليز ما تحطوني بهالموقف وصوتوني. أنا بعشقك للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، هنسمعها بصوت ديانا شرانق من لبنان. ديانا ممكن تقعدوا يا جماعة، اتفضل. ايه اللي عملتيه ده؟ ايه اللي عملتيه ده؟ ديانا اللجنة على طول بتقول عليكي متميزة، طول الوقت بيقولوا ديانا متميزة. بعد أدائك ده عاوزين نعرف إذا كنت لسه متميزة عند اللجنة. بطلب منهم يدوا ضوء اخضر واخضر. مدام جان اخضر، استاذ عبد الله اخضر، اربعه اخضر. استاذ الياس، ديانا لسه متميزه. يعيش ديانا يا، يعيش ديانا يا، يعيش ديانا يا. ديانا هلا بدي اقول لك شيء، انت لو عارفه شو عم تعملي، كنا عم بحكي انا وزياد،
كنت هيك هبل انت عم حاسب حالك. لا انت فلتي عم تغني هلا كنت. وبحب اقول لك يعني شو رح نقول لك، انت احسن ما رح نقول نحن. منيح هيك؟ اوكي بنشوفك الاسبوع الجاي. ديانا انت لازم، انت بدي اقول لك شغله، انت قبل ما اذا الله راد وطلعتي او ما طلعتي سوبر ستار، انت شرفت لبنان. هيدا اول شغله. شكرا شكرا. هيدا الصوت، لحظة، هيدا بدنا نحكي شوية يعني انه بالنسبة موسيقيا يعني نحكي انه هيدا الصوت، هاي النوعية من الصوت وين ما بتكبيها بتجي واقفة. يعطيك العافية. شكرا. ديانا انت بالنسبة لي بتشبهيني بالآلة الثابتة. عارفة يعني ايه الآلة الثابتة؟ يمكن الموسيقيين هما اللي هيفهموها، اللي هو كل تيون بالظبط بعدد ذبذباته، عمرك ما بتزيدي ولا بتخسي، يعني تحس ان في كمبيوتر مش عايز يظبط اوتار. فانت ممتازه. معلش لحظه ثقه. خلاص يا عبد الله، خلاص يا مكان. ديانا موفقه، طبعا صوت ثابت وحضور جيد، والاغنيه ما شاء الله متمكنه منها، سلطنتي فينا والجمهور تفاعل بشكل كبير. انا عجبني بعد لما طلعتي للنوته العاليه كان في تصرف سليم جدا بتخفيض الصوت عشان تصيبين النوته العاليه، هذا يدل على حرفيه جيده في الغناء. موفق ان شاء الله. شكرا لكم. برافو ديانا. رح نكمل المنافسه مع المشترك عبد المجيد ابراهيم من السعوديه.